انت اجيت؟ من شوي. بدي احط هدول ورايحه اشق على كندا شوي، تعبانه كثير. البيت رح ينباع. لا تنقهر يا ابني، كله خير. رشاد رشدان عم يتمقطع فينا واجت له الفرصه ليعمل هالشي. اكيد مو بقصده، هو مضطر لهالشي. ان شاء الله لا تكوني على نياتك. اجته الفرصه لعنده لينتقم مني وعم يستغلها، هي الحقيقه. طيب لا تعصب ابني. ايه معلش، هالشي لصالحي لانه رح ضل عم راقبه طول الوقت بالنهار وبالليل وبكل لحظه. اتصل خالك وقال لي انه رح ينتقل لماسيا، طلب مني خبرك تروح لعنده. شو رأيك؟ خلينا نترك هون ونروح لعنده. ماني متحرك من هون ماما، مو انا يلي بهرب من رشاد رشدان. بس هي مو هريبة. ما رح استسلم ابدا، ما رح خليه يهزمني ولا يدعس على كرامتي. معلش خلينا نعيش سوا احسن إلنا. خلي البيت ينباع، مناخد غيره ومنتحمل شوي، بس المهم انه احبس انفاسه. عثمان بترجاك يا ابني، ما بدنا مشاكل. الله يخليك، هو عمك بالاخير. ماما انا رح حارب باكثر من جبهه بنفس الوقت، لسه بدي حاسب اكثر من واحد، في كثير ناس لسه لازم صفي حسابي معهم.